السلام عليكم. اليوم راح نعرفكم بواحد المركب المائي او منتزه الالعاب المائيه اللي راه سوف يفتتح عن قريب في المدينه الجديده تاع سيدي عبد الله، وهذا شيء ايجابي ومفرح جدا بالنسبه للسكان تاع المدينه تاع سيدي عبد الله، اللي الكثير يقول لك هذه المدينه ما فيها والو ما فيها والو، والان يعني المرافق بدات تصل الى هذه المدينه الجديده واللي تجعلها مدينه متكامله لفائده السكان تاعها، والمكسب يعود بالمنفعه العامه للجزائر ككل. وهذا المشروع هذا نتاع المنتزه الجديد عنده خصوصيه، وهي انه مخصص بصفه تقريبا 80% الى العائلات والمراه بصفه خاصه، اذن فيه حصص مخصصه للمراه وللعائله الجزائريه. خليكم مع نهايه الفيديو، السلام عليكم.